ازاي يرسخوا اسس ومبادئ وقيم تفضل وقت طويل جدا مع اولادهم، وبحيث ان هم ما يتاثروش بالعوامل الخارجيه، ما يتاثروش باصحاب، ما يتاثروش بمثلا اي حد بيتعاملوا معاه من بره. الام تعمل ايه في الوقت ده؟ طيب في الاول خالص انا لازم افهم ان انا بكون شخصيه ابني او بنتي، فانا لو حطيت في دماغي المسؤوليه الصعبه دي هشتغل على نفسي عشان اعرف اشتغل مع اولادي. احنا دايما بنقول احنا هنربي نفسينا عشان نعرف نربي اولادنا، ودي حقيقه. احنا بنغير من سلوكياتنا عشان نعرف ان احنا نتعايش مع الاطفال الصغيره دول. لازم نعرف ان كل سلوك احنا بنعمله هيكون سلوك مكتسب، يعني الطفل هيشوف بابا وماما بيعملوا ايه هيقلدوه بالظبط. الاول هيكون في مرحله التخزين، يعني من اول 6 شهور الطفل هيبتدي يخزن كل تصرفات الاب والام، حركات الوش، حركات الجسم، الالفاظ، الطريقه، التعامل، كل حاجه بالتفصيل الطفل بيخزنها من اول 6 شهور. من اول 6 شهور تمام لحد لغايه بقى اول ما يبتدي ان هو يتكلم أو يبتدي يطلع ألفاظ أو يبتدي يحتك بمواقف معينة مع أخواته أو مع قرايبه أو مع بابا وماما، هيبتدي يظهر بقى كل السلوكيات اللي هو خزنها واكتسبها هتبتدي تظهر بقى في المواقف. وأحيانا نقول إيه ده؟ الكلمة دي جابها منين؟ بالزبط. إيه ده؟ اتصرف كده إزاي؟ ولو دورنا هنلاقي إن إحنا أصلا كنا بنعمل كده. بالظبط. وطبعا بيكون الرياكشن هو المشكلة بقى. يعني لو الام ضحكت، الولد قال كلمه مثلا غير لائقه والام ضحكت، هيترسخ في مخ الولد ان الكلمه دي حلوه وبتضحك ماما فانا هقولها على طول. لو الاب اتعجب واتلخبط وايه ده وازاي وقلت كده ازاي، هيبتدي الولد ياخد الجزء ده او السلوك دوت يطلعه وقت لما يكون عايز يضايق بابا او ماما او دي نقطه ضعفه. فاذا ان الولد هو مترجم اول لكل الحركات والرياكشنات بتاعه الاب والام، وكل سلوكياته بتكون مكتسبه من الدرجه الاولى، الى جانب طبعا السلوكيات الوراثيه او اللي تبع الجينات الوراثيه، دي حاجات بسيطه جدا جدا. زي ايه؟ ايه السلوكيات اللي ممكن تكون وراثيه؟ كل حاجة الأم بتعملها يعني قدام الطفل دي حاجات مكتسبة، زي مثلا الكذب، طريقة التعامل، العصبية بيكون فيها نسبة وراثية ونسبة مكتسبة، يعني أنا ممكن أزود النسبة عن طريق الاكتساب. يعني هو مثلا لو عصبي سي مثلا 70% واخد العصبية من الجينات الوراثية بتاعة الأم، لو هو شافها يعني في الطبيعة هي اوريدي عصبية 24 ساعة وصوتها عالي 24 ساعة، فده هيترسخ جواه العوامل الوراثية مع العوامل المكتسبة، وبدل ما السلوك يكون 70% هيكون 100%. لكن لو الأم اشتغلت على نفسها شوية وهي اوريدي عارفة ان هي عصبية ومش عارفة تتصرف في مواقف بسيطة، تبتدي ان هي تحاول ان هي تكون اهدى شويه وتاخد المواقف بهدوء عشان يقدر الولد ان هو يشوف الام بتحاول ان هي تكون هاديه فيتعلم الهدوء منها. الصوت الواطي، لما الام تتكلم مع الولد بصوت واطي طبعا هو هيكتسب ان ما يكونش في صوت عالي في البيت. المناقشه والحوار، دور الاب والام مع بعض دي مهمه، يعني هنقول ان هي عليها عامل 100% من تكوين شخصيه الطفل. طبعا طبعا. الخناق والمشاكل، الضرب والاهانه، النقاش في المواضيع، طريقة التعامل، يعني الأب لما بيخش من الشغل رياكشنات الأم بتكون عاملة إزاي، بتتعامل معاه إزاي، بيحلوا المواقف إزاي، في كذب وحوار ما بينهم ولا لأ، يعني اللي هو لما بابا يجي مش هنقوله، الأم تقول كده للأولاد، أو لو حد اتصل بيا أقول له ماما نايمة، أو ماما نايمة أو بابا. دي طبعا كوارث، إحنا حاجات بنغرزها جوه أطفالنا من غير ما نحس، وممكن يكون احنا مش قصدنا او بنتعامل بتلقائيه، لكن لازم نحط في دماغنا ان انا كده برسخ جوه الاولاد سلوكيات خاطئه مكتسبه.